السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا رح نجي لتنصيب السبرينج داخل الإكليبس. بالنسبة للإكليبس طبعا تذهبون لموقع الإكليبس. في الإكليبس تعمل داونلود، لا تنسى انه انت تحمل نسخة. طبعا تستطيع انه انت تشتغل، لاحظ هنا أنا عندك داونلود باكيجز، لا تضغط على هذا، ممكن تذهب للداونلود باكيجز بيطلع على كل الباكيجز الموجودة. ممكن تستخدم الجافا الاعتيادية، هذا Eclipse IDE for Java Developer، ممكن تستخدمه. يعني احنا هذا كنا نستخدمه في جافا SE، ممكن تستخدمها، بس لكن انا انصحك واوصيك انه انت تشتغل على هذا الاصدار Eclipse IDE for Java Enterprise EE Developers، لان احنا اصلا مواضيعنا هذه السنة هي عن الانتربرايز اديشن، لانه خاص بالنتورك. فهذا الانتربرايز اديشن هي للويب ابليكيشن، للانتربرايز جافا، يحتوي على الاشياء الضرورية او الملفات الضرورية اللي تشتغل عليها معظم مكاتب الجافا انتربرايز اديشن. فهذا اوصيك فيها. اوكي، شو هذا؟ هذا جديد انضاف، Eclipse for Android Developer. هاي كان موجودة بس بعدين توقفت، رجعوا من جديد صمموا Eclipse for Android Developer مرة اخرى، هم قالوا انه راح يوقفون الدعم. غريبة، احنا بنستخدم جد. اوكي، anyway، المهم هذا مو موضوعنا. Eclipse Android، احنا هذا موضوع، يعني اذا انت تقوم بتحميل هذا جافا انتربرايز اديشن ديفلوبر، وممكن تستخدم الاعتيادية عادي جدا. هنا بتحمل نسختك انها 32 ويندوز او 64 ويندوز او ماك 64 او 32 لينكس او 64 لينكس. مجرد الضغط عليها، انا استخدم لينكس فيدورا، مجرد الضغط عليها بياخذك للداونلود. في الداونلود تعمل داونلود، يعني ان هذا الشيء احنا شرحناه اصلا في جافا اساسيات، ما حاجة انه ندخل في تفاصيلها. بعد تنصيبك للإكليبس، الإكليبس طبعا هذا هو الجافا الاعتيادي. انا في عندي هذا النيون الجديد، نسخه جديده نيون، اللي هو الجافا الاعتيادي. هذا ايضا جافا اعتيادي بس نسخه تصور المارس. هذا انا بستخدم الجافا انتربرايز اديشن. اوكي، انا غيرت طبعا الايقونه وغيرت هذا الشيء، هو لما بيحمل بشكل إكليبس العادي، لكن انا غيرت الايقونات للتمييز. المهم، فهذا هو جافا الاعتيادية، وهذا أنا عندي جافا انتربرايز اديشن. لاحظ هذا هو جافا انتربرايز اديشن، أنا حملت أصلا على جافا انتربرايز اديشن، يعني الإكليبس موجودة في داخل هذا الاي دي. لكن خلونا نتصور أنه هذا هو جافا انتربرايز اديشن أو جافا الاعتيادية. عادي جدا تذهب لي الهلب، من الهلب تذهب لي الإكليبس ماركت بليس. في الإكليبس ماركت بليس كل اللي تحتاجه أنه في واحد يتصل بي على الموبايل، enable. Where is that؟ خلينا نشوف هنا أنا marketplace. ها، غريبة. أوكي، إذا إحنا غلقنا هذا واتجهنا إلى النيون اللي هو أحدث شيء execution، يمكن عندي مشكلة لا هذا مش هذا الأولاني، يعني يمكن عندي مشكلة في هذا الجافا الإصدار القديمة. المهم، هيشتغل عندنا الإكليبس. طبعا انت كل اللي تحتاجه الحين تشغيل هذا الإكليبس، كل اللي تحتاجه انه تذهب للهلب. في الهلب تذهب للإكليبس ماركت بليس. في الإكليبس ماركت بليس هيشتغل عندك، طبعا هذا القديمة. اوكي، هذا مشكلة. في الإكليبس ماركت بليس هيشتغل، مجرد تكتب هنا سبرينج. اوكي، مجرد تكتب سبرينج طبعا بالسمول. اوكي، سبرينج، تضغط انتر، حيظهر عندك الـ IDE للسبرينج. نشوف، طبعا الثاني اشتغل. لحظة، أنا أصلا قمت بتنصيبه، فمكتوب عندي installed. هذا هو، هذا هو، هذا شكله. طيب خلينا نرجع على هذه الإصدارة اللي أتصور ما منصب فيها. فنجي لـ Eclipse Marketplace. أوكي، حلو. إذن هذا اذا كان جافا اعتيادي او انتربرايز، لكن انا اشجع انه تستخدم الانتربرايز. اوكي، اوكي، نكتب هنا سبرينج، نعمل انتر. اوكي، لاحظ هنا في هذه الاصدار انا
لم أقم بتحميل سبرينغ، فأنت مجرد أنه تضغط على كلمة install، لما تضغط على كلمة install بيحمل شوي، بيقول لك أنه هذه هي الملفات الضرورية. خلاص إذن هذه هي الملفات الضرورية require. تضغط على confirm، في confirm حينتقل للنافذة الأخرى، هذا بيعمل لك calculate dependencies will requirements. طيب خلينا نشوف، طبعا سابقا كانت شوي يعني مختلفة، كنت لازم انت تحمل المكاتب وانت كنت لازم تنصب المكاتب، لكن الحمد لله الان مع تطور طبعا العلم وتقدمها جماعة سبرينغ عملوا شيء جميل انه قاموا اضافتها بالإكليبس ماركت بليس، فهذا شيء جميل يعني حقيقة انه يشتغلون على الفريمورك. طبعا بعد هذا بيظهر لك نافذة انه انت تعمل accept وتعمل install، that's it، هذا كل ما في الموضوع. اوكي، فانا قمت بنفس طريقه التحميل، يعني انت فقط تعمل انستول السبرينغ فريم ورك، يلا بيعمل كالكوليشن، حتى نبدا بعمل اول ملف او اول مشروع سمبل تيست للايكليبس. طبعا يعتمد ايضا على الانترنت، بنلاحظ هون بيظهر لنا بعض الشعارات انه بيعمل كالكوليشن وهذا هي شيء من الامور. اوكي، اذا يظهر عندك هذا السطرين، كل ما في الموضوع انه تعمل accept فقط that's it وتعمل finish، لما تعمل finish يبدي بعملية التنصيب. اوكي cancel، طبعا بعد ما يكمل عملية التنصيب يكمل حيطلب من عندك restart للإكليبس، تعمل restart خلاص، هذا هو عملية تنصيب ال سبرينغ. طيب خلينا نشوف التايم، 7 دقائق، نوقف نكمل الدرس القادم.